مشاعر طاقة اسمك رقم ثمانية طبعه ناري كوكبه زحل يوم السعد السبت الحجر الكريم الملائم العقيق اليماني الصورة القرآنية المناسبة هي صورة فصلت أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك يا قدوس يا جبار يا غفور يا حسيب يا قوي يا حميد يا صمد، يا قادر، يا ظاهر، يا باطن، يا مانع، يا حفيظ. أنت إنسانة ذات مشاعر جياشة، طيبة القلب، حنونة، متواضعة، كتومة للأسرار، متقنة وبارعة في عملك، اجتماعية، طموحة، ذات سخاء وكرم، جدية في قراراتك. حاده الطبع عند اللزوم واثقه من نفسك ومن قدراتك كلمتك مسموعه واراؤك موثوق فيها لديك حاسه سادسه قويه انت انسانه عمليه ومثابره وتملكين نشاط جسدي وفكري كبير تملكين عنصرين متضادين في اسمك عنصر الماء وعنصر النار كما تملكين حاسة سادسة قوية وروحانية عالية. محظوظة ماديًا، تملكين حروف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة وكريمة، والله أعلم، والله الموفق.